بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام نرحب بكم في هذه الانطلاقات وانطلاقة شوطنا الخامس، شوط خاص بالحيل ضمن هذه الأشواط المفتوحة والخاصة بهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. على بركة الله أعلنت انطلاقة الشوط الخامس، نسير ونتابع هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة معنا في هذا الشوط. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط، نتابع أول المراكز وأول المنطلقات في هذه اللحظات وعلى مقدمة الشوط. نتابع بواسل هنا على أول المراكز لهجن الشحانية، وبمتابعة سالم بن فران المري هنا على أول المراكز، بينما أتابع ثاني الأسماء. وصلت أسل لهجن الشحانية، وبمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل هنا القادمة والمتواجدة مع ثاني المراكز، ولكن التغيير من الجانب الآخر. أتابع رشا تصل مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، وبمتابعة جابر بن سالم بن فاران، بينما من الجانب الآخر أتابع ربوع لهجن الشحانية هنا القادمة مع ثالث المراكز، ربوع لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، بينما رابع إلى أسماء أسل لهجن الشحانية، وبمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. خامس الأسماء شرايد تصل مع خامس المراكز لهجن الشحانية، وبمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. هذه الأسماء الخمسة مشاهدين الكرام متابعينا مراكزنا المتقدمة في هذا الشوط، ولكن أعود هناك مع بواسل. بواسل على الصدارة، مع بواسل تقود الأسماء منذ البداية لهجن الشحانية، وبمتابعة سالم بن فاران المري يقدم لنا بواسل على أول المراكز، بينما أتابع رشا القادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، وبمتابعة جابر بن سالم بن فاران مع ثاني المراكز. هناك من الجانب الآخر أتابع ربوع القادمة مع هذه اللحظات لهجن الشحانية، وبمتابعة محمد بن خالد العطية، ولكن الوصول من شرايد تصل مع رابع المراكز لهجن الشحانية، بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. ولكن هناك أتابع القدوم في هذه اللحظات. وصلت مروب مع خامس المراكز لهجن الشحانية، يتابعها جار الله بن محمد بن عقيل مع خامس المراكز. الله الأسماء، هذه التحديات، هذه الأسماء المتقدمة مشاهدينا الكرام، ولكن هناك البداية، هناك التحدي والصدارة. دائما نتابع كل الانطلاقات والبداية هناك مع بواسل على البداية لهجن الشحانية، بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا بواسل على أول المراكز على البداية، ولكن شرايد هجن الشحانية هنا الحاضرة مع ثاني المراكز، وبمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يتقدم. أيضا البرنس يقدم لنا شرايد مع ثاني المراكز. هناك رشا القادمة مع ثالث المراكز لهجن الشحانية، بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران يقدم لنا رشا مع ثالث المراكز. ربوع تصل مع رابع التحديات لهجن الشحانية، وبمتابعة محمد بن خالد العطية. خامس الأسماء هنا أتابع مروب تصل مع خامس المراكز،
وبمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل هنا القادمة في هذه اللحظات غيرت إلى رابع المراكز وعينها على المركز الثالث. الله يا القادمة، الله يا القادمة في هذه اللحظات مروبة لهجن الشحانية وتابع أسماء حاضرة في هذا الشوط ما خلف دائرة النداء وتابع الشعارات قادمة إلى أسماء حاضرة في هذه التحديات في منافسات هذا السن سن الكبار. أعود إلى المقدمة، أعود إلى البداية هناك وتابع بواسل على الصدارة لهجن الشحانية تقود المسيرة تقود التحديات إلى هذه اللحظات بمتابعة سالم بن فاران المري يقدم بواسل على البداية ولكن مروب القادمة مع ثاني المراكز الهجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل القادمة تشكل الخطر على البداية بينما أتابع شرايد مع ثالث المراكز. الله يا الأسماء، شوف الأسماء القادمة التحديات الله هناك من الجانب الآخر. أتابع ربوع وارتياد القادمة هجن المرقاب من الجانب الآخر قادمة ارتياد وبمتابعة خميس بن سعيد الزرعي يقدم ارتياد من الجانب الآخر وهناك أيضا حضور في هذه اللحظات. أتابع الأسماء ذهب قادمة لهجن المرقاب بمتابعة خميس بن سعيد الزرعي يقدم لنا ارتياد وذهب بشعار هجن المرقاب هناك مع التحدي مع ثالث ورابع المراكز ولكن أتابع التقدم. أتابع بواسل على الصدارة لهجن الشحانية. الله يا الانطلاق، الله يا الأسماء، الله يا الحضور، الكل قادم في هذه اللحظات ولكن الصدارة مع بواسل إلى هذه اللحظات. الله التغيير هناك. أتابع التسلل من الجانب الآخر هناك الانطلاق والتحدي مروب. الله القادمة لهجن شحانية جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا أيضا ولكن نتابع ربوع القادمة في هذه اللحظات لهجن الشحانية يتابع محمد بن خالد العطية غيرت على الصدارة غيرت على البداية. الله يتحدي والتغيير السريع على المراكز الأولى ولكن أتابع هناك الوصول وصلت رشا القادمة مع ثالث المراكز الهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران هنا القادم مع هذه اللحظات ولكن الأسماء. أتابع الأسماء القادمة هناك. أتابع شرايد الهجن الشحانية والقادمة هنا. أتابع الليرة القادمة مع هذه التحديات لهجن الشحانية ولكن أعود إلى الصدارة 700 متر أخيرة ما تبقى عن النهاية. الله ربوع على الصدارة بشعار هجن الشحانية وهنا رشا لهجن الشحانية ولكن الانطلاق الأخير التحدي هناك مع الصدارة ربوع بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا ربوع على الصدارة على مقدمة الشوط. والله وهناك رشا مع ثاني المراكز لهجن الشحانية جابر بسالم بن فران هنا مع اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة ولكن الصدارة مع ربوع هنا مع البداية وانطلاقة البداية لهجن الشحانية دائما في كل الحضور في كل التحديات. ربوع الشحانية حاضرة بقيادة العطية هنا مع اللحظات الأخيرة وخط النهاية. رشا القادمة مع ثاني المراكز ولكن ربوع سلام هجن الشحانية سلام المشاغب على هذا الأداء الممتاز. تهانينا والناموس ثاني المراكز رشا لهجن الشحانية. ثالثا كان الوصول من الليرة لهجن الشحانية. رابعا وصلت مروب لهجن الشحانية وخامس المراكز وصلت شرايد لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود للتوقيت الزمني ولحظة وصول
ربوع 9 دقائق 38 ثانية، 7 من الأجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لهجنة الشحانية والثانية لمحمد بن خالد العطية. ثاني المراكز رشا، توقيت الزمني 9 دقائق 38 ثانية، 47 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لهجنة الشحانية والثانية لجابر بن سالم بن فاران. ثالث المراكز كان الوصول من الليرة 9 دقائق 42 ثانية، 65 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجنة الشحانية والثانية لمحمد بن خالد العطية.